Également à toutes les personnes qui assistent par visioconférence. تم اليوم تنصيب لجنة الوطنية لصياغة قانون القانون الإطار لاقتصاد المعرفة، واللي هو أحد ربما أبرز ما جاءت فيه جاء به قانون مخطط عمل الحكومة لهذه السنة. نحن نأمل من خلال هذا القانون أن نرسم المبادئ الكبرى والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية فيما يخص دعم اقتصاد المعرفة والابتكار بطريقة عامة في الجزائر. تأتي صياغة هذا القانون بعد الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة التي نظمناها شهر مارس الفارط، والتي جمعت أكثر من 1400 خبير جزائري من الجزائر ومن الخارج حول محاور مهمة تخص اقتصاد المعرفة، اللي هي الملكية الفكرية، البحث والتطوير، نقل التكنولوجيا، الحوكمة، والتمويل الابتكار.